استهدفت نيران الإرهاب في باريس وضواحيها أماكن تعد جزءا هاما في بلد يحب الثقافة والترفيه بأشكالها المختلفة، إذ قد يقصد الفرنسيون المسارح الغنائية على الأقل مرة أسبوعيا. فمسرح باتاكلون للفنون الذي قتل فيه العشرات يعد رمزا هاما لمكان إقامة الحفلات الموسيقية في العاصمة الفرنسية. اعتلى خشبته فنانون كثر أبرزهم روبي ويليامز وبرينس وإديت بياف. واليوم وبعد مجزرة الفن كما يسميها بعض الباريسيين، تخطط إدارة هذا المسرح لإقامة حفل موسيقي تكريما لضحايا العملية الإرهابية يوم الجمعة الماضي. لم يسبق لي أن حضرت حفلا في الباتاكلون من قبل، لكنني اليوم متشوقة للذهاب إلى هذا الصرح الباريسي العظيم. لن يهزمنا الإرهاب، الإرهاب لا يخيفني. أنا أبكي متأثرة بفقدان أصدقاء أبرياء. أما المقاهي والمطاعم التي طالتهما نيران الإرهاب، بدأ الفرنسيون بقصدها من جديد بالرغم من انخفاض روادها بنسبة 15% هذا الأسبوع بسبب الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات بين فرنسيين وأجانب. هجمات استهدفت على ما يبدو أسلوب حياة الباريسيين، فبالإضافة إلى المسرح استهدف المتطرفون مقاهي ومطاعم وحتى استاد فرنسا الدولي، وهو رمز للشباب الفرنسي العاشق للرياضات بأنواعها. لم يسلم هو الآخر من نيران الإرهاب، وكنوع من التآزر الوطني قام فريق العاصمة الفرنسية لكرة القدم باريس سان جيرمان بحياكة قمصان تحمل عبارة أنا باريس، سيرتديها لاعبو الفريق في لقاءاته الثلاثة المقبلة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. كنت أذهب إلى استاد فرنسا الدولي منذ بداية إنشائه، واليوم وبعد التفجيرات سأعود إلى هناك كما كنت أفعل. علينا توخي الحذر في حياتنا اليومية وليس فقط بسبب الإرهاب. بعد 13 من نوفمبر الحالي، أو ما يسميه البعض هنا 11 من سبتمبر الفرنسي، تغيرت ملامح المعالم التي طالتها نيران الإرهاب وكذلك مناطق سياحية أخرى في العاصمة الفرنسية، ليس بالشكل إنما في طريقة حمايتها، إذ أصبحت تشاهد طواقم حراسة مشددة أمام أو داخل هذه الأماكن. ليث بزاري، العربية، باريس.